وكل سنة يصير عندنا مشاكل وهذا. هذا احنا رأينا أن هذا الرأي العلمي والزمن زمن العلم والناس تطلع للقمر على أساس الحسابات الفلكية، أما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فهذا إنما هو من باب أن الرؤية كانت هي الوسيلة الشعبية المتيسرة لكل أحد. أما بالنسبة إلى يعني الفلك مش متيسر لكل أحد، متيسر للمختصين. هذه نقطة حبيت أن يعني هذا. وأيضا في كثير من الناس يتخذوا من الاختلاف في أوائل الشهور أو في أواخر الشهور طريق للعصبيات، واحد بيحكي على الآخر، واحد يبين للآخر عملك باطل، هذا دليل على التخلف. هذه وجهات نظر اجتهاد، مثل ما أنت واحد يقلد شخص واحد يقلد ثاني، هذا مقتنع بهذا وذاك مقتنع بهذا، مش ضروري نختلف كل واحد يعني هذا. هالأمور ينبغي إذا كنا واعين وكنا في موقع التقدم والنظر للأمور بواقعية، ما ينبغي أن نجعل من هذا سبب للعصبية وسبب للخلاف كما حدث في بعض المراحل السابقة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.